الحمد لله ولي المتقين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ذرياتنا قرة أعين، الولد قرة العين وزينة الحياة الدنيا، والأولاد دائما جسر بين أجيال ماضية وبين أجيال لاحقة. أولادنا تكون قرة عين لنا في الدنيا قبل الآخرة بالطاعة بالإيمان بمعرفة الله. أولادنا مثل الصفحة البيضاء، نحن الذين نكتب فيها ما نريد. أولادنا مثل الأرض الخالية، نحن الذين نغرس فيها ما نريد. الذي نغرسه في قلوب أولادنا هو الذي سنجنيه. فالولد غرس أبيه، والولد يمتص القيم من البيئة التي نبت فيها. من دعاء عباد الله الصالحين: ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. العرفان بالجميل ومعرفة الفضل لأهل الفضل مما ينبغي أن يغرس في قلب الولد من الصغر. لهذا تجد الآباء والأمهات مدفوعون بالفطرة إلى العناية بالأولاد والتضحية من أجلهم، لكن الأولاد قل أن يلتفتوا إلى تعب الآباء والأمهات. لم يروا كم ضحى وسهر الأب والأم حتى أصبح في هذه الحياة له منصب وله وظيفة وله اسم ويحترمه الناس ويقدرونه. لم يرى تضحيات الأجيال السابقة من أجله هو حتى صار في هذه الحياة له كلمة مسموعة وله مكانة مرموقة. الولد لم يرى كم سهرت الأم من أجله، ولم يرى كم أنفق وضحى الأب من أجله. لهذا الأولاد لا يمكن أن يعترفوا بالفضل لأصحاب الفضل إلا إذا كان في قلوبهم معرفة الله أولا. بالإيمان نعرف حقوق الناس، وأولى الناس أن نعرف حقوقهم هم الوالدان، وبالوالدين إحسانا. أنا أعطيكم مثال لتروا كيف حب الأمهات لأولادهم، وحب الأمهات قطرة من فيض رحمة الله تبارك وتعالى جعلها في هذه الدنيا مثالا ننظر إليه لنعتبر، وننظر كم هي سعة رحمة ربنا. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. لو إن أم وضعت جنينها أصم لا يسمع، أبكم لا يتكلم، أعمى لا يرى، وضعت الجنين أو المولود على هذه الصفة، فقالوا لها: سنأخذ منك هذا الطفل ونعطيك طفلا آخر مكانا عنه، سنعمل استبدال، نأخذ منك هذا الطفل المشلول الأعمى الأصم ونعطيك طفل جديد آخر فيه العين وفيه السمع وفيه الكلام. هل هذه الأم ترضى بالاستبدال؟ لماذا لا ترضى بالاستبدال؟ الأم تقول: هذا هو ولدي الذي حملته وتعبت فيه، حتى لو كان أصم وأعمى ومشلول، لكن هذا هو ولدي، قطعة مني. هذا هو حب الأمهات لأولادهم. الأبناء قد لا يدركون عظم هذه المحبة وقدر هذه المحبة، لذلك أحيانا يأتي الجحود. أنا وأنت نريد لأولادنا أن يكونوا قرة عين لنا، نريد أن نسعد بهم في هذه الحياة. كيف تكون الذرية قرة عين؟ الولد إذا شب يحب ربه ويحترم دينه ويوقر نبيه صلى الله عليه وسلم، قلبه عامر بالطاعة وبالإيمان، سنجد حصاد هذا هو البر. نزرع في قلوب أولادنا الحنان حتى نجنيه عند الكبر ونحصده عند الكبر. أما من لم يزرع لا دينا ولا تربية ولا خلقا ولا قيما، كيف يريد أن يجني من فراغ؟ هل هناك أحد سمعنا أنه جنى وحصد دون أن يبذر ويزرع ويتعب على هذه الزرعة ويسقيها بدموعه ويسقيها بعرقه ويسقيها بدعائه وتضحياته؟ كيف نجني دون زرع ودون بذر؟ الحصاد لمن زرع، أما من لا زرعة له فلا حصاد له. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: يعلمنا أن على رأس الأعمال التي يزداد بها الإيمان هي الصلاة. قال: مروا أولادكم بالصلاة
وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. وفي وصية لقمان لابنه: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يغرس في قلب الولد حب الصلاة، حب المسجد، مجالسة الصالحين، كيف يوقر العلماء وكبار السن، كيف يحترم من هو أكبر منه، كيف يألف بيئة الطاعة، كيف يجالس الصالحين. يتعلق قلب الولد بالقرآن الكريم ويعظم كتاب الله وكلام الله. هذا هو واجب الأب والأم في البداية. لهذا سيكون الولد قرة عين لوالده ولوالدته إذا كانت هذه هي البداية. لا يمكن أن تأتي نهاية طيبة إلا ببداية طيبة. هذه وصية لقمان لابنه، مش بس إقامة الصلاة، ولكن وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. أراد أن يكون الولد نافعا لغيره، لا يستأثر بالخير على نفسه، ولكن ينشر الخير والحق في هذه الحياة، يعطر الدنيا بطاعة الله وبمعرفة الله. وإذا جاءت عليه الشدائد والمحن يصبر لأمر الله تبارك وتعالى. علم ولدك كيف يأكل وكيف يشرب، علم ولدك كيف يتعامل مع الناس، علم ولدك كيف يمشي في الطريق، علم ولدك كيف يوقر من هو أكبر منه ويجل العلماء وينزل الناس منازلهم. علم ولدك ألا يكون متكبرا متغطرسا. اغرس فيه هذه القيم. هذه وصية لقمان لابنه: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور، وقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذه القيم تزرع في قلوب الأبناء والأولاد وهم في الصغر. والنبي عليه الصلاة والسلام ربى هذه الأمة على الأدب. انظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. قال ابن عباس: ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم ضمة، والله ما أحلى هذه الضمة. ثم قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أو اللهم آته الحكمة وعلمه التأويل، أي تأويل الكتاب. فكان ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنه. انظر إلى أثر التربية، شوف الأدب. ابن عباس رضي الله عنهما كان في الطريق فوجد زيد بن ثابت، وهذا من كبار الصحابة رضي الله عنهم. زيد بن ثابت يركب على دابة فلقيه ابن عباس، فابن عباس أخذ بلجام الدابة لأنه كان يتعلم من زيد ومن غيره من كبار الصحابة، فيعتبر بالنسبة لهم تلميذ أيضا، وهو يتعلم ممن سبقوه. فقال زيد: دع الدابة يا ابن عباس. فقال ابن عباس: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا. في رواية: فنزل زيد من الدابة وقال لابن عباس: أرني يدك، فأخرج يده فقبلها وقال: هكذا أمرنا أن نفعل بآل بيت نبينا صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الأدب المتبادل، تربية راقية عالية، أدب المعلم وأدب المتعلم. أكبر رصيد ندخره لأولادنا عند الكبر هو استقامتنا على أمر الله. مش نترك لهم أموال بلا أدب، أموال بلا أخلاق. قال ربنا جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. اتق الله وقل كلاما سديدا إذا تخاف على الذرية من بعدك. هذا هو الرصيد المدخر. عمر بن عبد العزيز رحمه الله عندما كان في مرضه الأخير وقبل وفاته، دخل عليه رجل اسمه مسلمة ابن عبد الملك، فلما دخل على عمر بن عبد العزيز قال: إنه نزل بك ما قد نزل، وقد تركت صبيتك صغارا، فعهد بهم إلي. فقال له: والله ما منعتهم حقه ولهم، إن بني أحد رجلين، إن كانوا صالحين فالله يتولى الصالحين، وإن كانوا غير ذلك فلا أعطيهم من مال المسلمين ما يتقون به على معصية الله وأحاسب عنه وحدي. ثم أمر بإدخال أولاده. دخلوا عليه ثيابهم رقيقة، فدمعت عيناه وقال:
فداكم نفسي يا أبنائي، يا أبنائي إن أباكم كان بين أمرين، بين أن يعطيكم ما ليس لكم فيدخل النار، وبين أن يمنعكم ما ليس لكم فيدخل الجنة، فاختار الثانية على الأولى، غير أن خليفتي فيكم هو الله، هو الله الذي يتولى الصالحين. ثم أمر بإخراجهم، وأخذ يناجي ربه فيقول: اللهم ليس عندي في هذا الموقف ما أعده لهذا الموقف غير رجائي فيك وخوفي منك وحسن ظني بك وأن لا إله إلا أنت. اللهم إنك أمرتني فقصرت، ونهيتني فعصيت. ثم أخذ يردد قول الله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بعد أيام، لما تولى أحد الخلفاء الخلافة، دخل عليه رجل اسمه مقاتل ابن سليمان، فقال له هذا الخليفة: عظني. قال: يا أمير المؤمنين، أعظك بما رأيت أم بما سمعت؟ قال: لا، بل عظني بما رأيت. قال: إن عمر بن عبد العزيز حينما مات ترك 18 دينارا كفن منها بخمسة دنانير، واشتري له قبر بأربعة، وقسم الباقي على أولاده 11، فكان نصيب كل واحد منهم أقل من دينار. وإن هشام بن عبد الملك حينما مات قسمت ثروته على أولاده، فكان نصيب كل ولد 1000 دينار. والله يا أمير المؤمنين، في يوم واحد رأيت أحد أولاد عمر بن عبد العزيز يجهز 100 ناقة صدقة في سبيل الله، ورأيت أحد أولاد هشام بن عبد الملك في السوق يتسول، يمد يده يسأل الناس. نريد لأولادنا أن يكونوا قرة عين، هذا هو الطريق، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ألقاكم في الغد بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.